انطواء عن الآخرين، صمت في كثير من الأوقات، وانسجام تام مع الوحدة، أعراض قد تشير في بعض الأحيان إلى إصابة الطفل بالتوحد. ورغم غموض الأسباب المؤدية للمرض، إلا أن الكثير من الأشخاص يربط حدوثه بتناول السكريات، الأمر الذي يجعلهم يتخوفون من إعطائها لأبنائهم في الصغر. فما بين الحقيقة والخرافة، ترى ماذا يقول الطب في ذلك؟ الأشياء اللي جدا مغلوطة وكثير من الأهل يعتقدوا أنها قد تكون سبب في التوحد هو أكل السكريات. طبعا أكل السكريات خاصة عند الأطفال بكثرة لا ينصح أن الطفل يأكل سكريات من أجل الصحة العامة، ولكن ارتباطه في موضوع التوحد هو لا يرتبط في التوحد لا من قريب ولا من بعيد. طبعا كثير من الناس يلاحظوا، وحقيقة موجود في الدراسات العلمية، أنه أكل السكريات بكثرة قد يؤدي إلى زيادة نشاط الطفل، بس هل يؤدي هذا إلى أن الطفل يحدث عنده توحد؟ طبعا أكيد لا. الطفل طبعا لا يولد مع ما يوجد معه توحد، وعادة تظهر أعراض التوحد من عمر 18 شهر لعمر 24 شهر. عرض التوحد يلاحظ أن الطفل تتدهور عنده المفردات الكلامية، فإذا كان يحكي بعض الكلمات قد تختفي هذه الكلمات مثل ماما بابا دادا، تختفي تماما. يلاحظ أن الطفل التواصل البصري يكون سيء جدا، يلاحظ أنه انزوائية في الطفل بحيث أنه سيلعب الطفل لوحده، حركات متكررة زي الرفرفة بالإيدين، زي أنه يلعب بنفس اللعبة في جميع الوقت، يكون محدودية في طبيعة الأكل اللي يأكله، يكون عنده عصبية وخوف شديد، يكون عنده عدم قدرة على التركيز، عدم قدرة على الاستيعاب، وعدم قدرة على فهم مشاعر الآخرين، وعدم القدرة على التواصل مع أقرانه. يتم تشخيص مرض التوحد والكشف عنه عن طريق إجراء فحوصات عديدة لنمو وتطور الطفل، وعن طريق مراقبة وفحص أعراض المرض، وبالتالي يتم الكشف عن تأخر النمو أو وجود مشاكل في النمو. إلى الآن ما في سبب واضح للتوحد. في كثير من الباحثين يعزوا إلى طفرات جينية، ولكن للأسف أنه التحليلات الجينية عالية الدقة لم تظهر وجود علامات جينية بارزة متوحدة عند كل أطفال التوحد. كثير من الناس يعزوا إلى خلل في القناة الهضمية، في ناس يعزلوا إلى خلل في النواقل العصبية. ومن أحلى الدراسات حقيقة اللي أنا تابعتها وقرأتها هي دراسة أوضحت إنه في دماغ الطفل التوحد هناك نتوءات على الخلايا، على الخلايا الموجودة في الدماغ قد يكون هناك في نتوءات. هاي النتوءات قد تؤدي أن لا يتم إيصال الإشارات العصبية بشكل صحيح. يعني انه انا على سبيل المثال الذاكره عند الانسان تعتمد على 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 دوائر كهربائيه، فعندما يتم ترديد الكلمه بعده مرات يصير حفظها سهل. ليش؟ لانها تتكرر في الدائره الكهربائيه في اجزاء معينه من الدماغ. نلاحظ عن طفل التوحد انه هاي الاستيعاب، الفهم، القدره على التكرار، التواصل الاجتماعي شبه مفقود. فقد تكون انه المشكله في النواقل العصبيه والدوائر الكهربائيه المغلقه هاي غير سليمه. ننصح الاهالي بعدم الاتجاه الى العلاجات الغير مثبته. العلاجين المثبتات لاطفال التوحد هو العلاج السلوك المكثف بالاضافه الى الادويه يتم استخدامها ويوصى فيها من الجمعيه العلميه الامريكيه. هاي الادويه تؤدي الى هدوء الطفل، تركيز الطفل، تحسين التواصل البصري، تخفيف العصبيه عنده، تخفيف الانزوائيه، زياده الاستيعاب، زياده العاطفه، وهذا يؤدي الى تحسن الطفل واستجابته الى العلاج السلوك المكثف. أي
الإفراط في تناول السكريات لا علاقة له بإصابة الطفل بالتوحد، لكنه لا يسقط عنه تهم تسببه بفرط النشاط عندهم، لذا اعتدلي في تقديمه لصغيرك لينعم بالصحة والعافية الدائمين.